أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة. نتحدث اليوم عن موضوع هام جدا، الشيعة ومعنى الشيعة وتفرعات الشيعة، وسنصطحب في هذا الموضوع الهام والخطير إمامنا وضيفنا الدائم الإمام آية الله أكبر معرجاني. أهلا ومرحبا بك مولانا. سلمت وبقيت وغنمت من الداء. في البداية مولانا، لماذا أنتم بالذات سميتم بهذا الاسم، اسم شيعة؟ أنا أقول هذه ذكرت في القرآن من شاذ، لكن أنا أعطيها لك اصطلاحا ولفظا. اصطلاحا؟ اصطلاحا، وهي أنها جاءت في القرآن، فجاء الذي هو من شيعته، ونحن من شيعة الأئمة والأنبياء. أما اصطلاحا، خذ كلمة شيعة اعكسها، اعكس، خلي العين قدام والياء في الوسط، عيشها. لا طيب، اعملها حرف زد بالانجليزي، زد زيعهاش، اعمل في الوسط دبليو، زيد دبل الشعاش. ايش ما سبرت يعني؟ لا ما سبرت. اقلب سؤال ثاني. هناك شبهة يتناقلها الناس عن أن الشيعي مستقبل عام، ولنا الفخر، ولنا الفخر أني أنا مستقبل عام، من يوم ما جن الحسين جانا ميم، مستقبل أني أنا مستقبل عام، من يوم ما جن الحسين وأنا أقول هايم، يا لداني دانا يا لداني دانا مستقبل عام. الله، برنامجنا الله عبر الأقمار ومع الأشعار، برنامجنا نجم سيار، هكذا كانت كلمات القصيدة، ولكن أديت لك أنا من الوسط، أي أعطيتك. نعم تفضل. الشيعي أو الشيعة، هل هو مذهب أم دين خاص بكم؟ أم إيش فكرة هذا؟ الشافعي يقول أنه مذهب. حلو. وأما الإمام فإنه يخرج منه دينا، يعني دين مستقل. نعم دين مستقل الإمام. لكم دينكم. الإمام يقول هكذا، فهو يخرج منه دينا. أنت الآن هل تتبع مثلا، تشعر بنفسك أنك مسلم مثلنا؟ هل أنت مسلم؟ أولا هذا سؤال فيه تعصب وحياد، وفيه استهجاد وبياد، فهو يقول بالنسبة لي أنا تبع الإمام. أيش مسلم؟ تبع الإمام. تبع، أنت دائما تبع. أنا تبع، فمستقبل عام. طيب لماذا الشيعة يصدقونكم في كل شيء، كل ما تقوله يصدقون؟ والله ما علي علم، حتى أنا والله مطنن، شعب عرضة. يا سلام، والله أنها أفضل شعب مذهبي في العالم. ولعلمك لسناك مثلكم الذين تتقافزون على علمائكم وتردون، نحن لا نرد على علمائنا البتة 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 كما جاء. وهذا هو سر معنى مستقبل عام، أنه يستقبل كل شيء. يا سلام، هذا هو السر، وهذا هو السر دار. هناك شعار آخر ترددونه في مذاهبكم. مذهب واحد وليست مذاهب. التقية أما المذاهب فهي مفردها. أم البندقية؟ ماذا؟ التقية أم البندقية؟ ما تفسير هذا الشعار؟ أنا دائما يقولون لي هكذا، التقية أم البندقية؟ التقية عند الضعف، إذا كنا مستضعفين فنحن نستخدم التقية، والتقية هي دين آبائي وأجدادي كما ذكرت، وهي الكذب المستباح. أما البندقية فهي في القوة. الله، هذا معنى عميق، يعني تتمسكنوا في البداية حتى إذا استقويتوا تدمروا. نعم الله علي، يا نعم يا سلام، كم تحلق بروحي في العلالي بصوتك. الآن
السؤال الأبسط، تفضل. الشيعة هؤلاء هل هم أنواع أم هو نوع واحد فقط؟ بل في أنواع عدة. ما مثل ماذا؟ هناك شيعة تمائم، شيعة عمائم، شيعة بهائم، شيعة دنايم ينايم وصحى ينايم وحد الدايم. ها نعم، سمعت قلت بهائم. بهائم نعم، هذه الطائفة معروفة في الشيعة البهائم. ألا يعد هذا اللفظ فيه وقاحة وإسفاف؟ لا لا لا، تفكر بها هكذا، هي ليست وقعة، وإن دمجنا بين البهائية والإمامية. أوه، معنى بهاء عميق. من البهائية والإم من الإمامية، الإمامية بهائمية، مزج بين الخليطين، مزج بالله. دسي كبو في الذاير دستون أذن بفير أضايا الأسأس، هذا بالفرنسي. فهمنا هذا المصطلح بهائم. طيب التمائم، ما معنى هذا المصطلح؟ التمائم وهي كما جاء في الأذر الحرز، الحرز أو ما يقال أنها شفاء للأرواح وبكاء، الذي يأتون جوار القبور وما إلى ذلك، القبور والأضرحة. نعم، نصابين، بس إحنا مشينا على طيب العمائم. العمائم وهي العمائم البيضاء أو السوداء. العمائم البيضاء غير والسوداء غير. نعم، ما الفرق؟ العمائم السوداء الآن هي العمائم الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا التنازل عن درجتهم العليا، ومش حتنازل عنك أبدا، مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون، أبدا أبدا. آه الله يا قلبي. طيب البيضاء درجة مش ولا بد، مثلك تماما، يعني أنت أعتقد أنها درجة تافهة، لأننا كما غيل الشلالة، هذا غيل الشلالة في عمس يسقي لغير أهله، نحن نصرب لا هانك لا هانك مع آل البيت، ولا احنا مستفيدين شيء سوى بعد حمار السيد، وهو كما جاء في المثل. وهناك عمائم خضر سنعطيها لأهل اليمن. أيش ميزة هذه العمائم؟ خضر، خضر. أتعرف ما معنى خضراء؟ لونها لا، أي مازنة بالماء، ملان ماء. هذه خضرة حتى حتى العقول تتخضر لأنها ناشفة، لا يفهمون شيئا في الدين ولا في غير الدين. أتعلم أنها أن الشيعة هي حضارة؟ حضارة، حضارة. الآن تعتبرون نفسكم حضارة عريقة؟ حضارة عريقة، أنواعها ومصارفها ومجانبها ومتاهبها ومساهبها. نعم، من متى هذه الحضارة؟ وهل تقارن مثلا بالحضارة المصرية، بالحضارة الفرعونية الإغريقية؟ باقي حضارة نسيتها. ما هي؟ اليمنية. نعم، هناك الحضارة الإغريقية والحضارة، ولكن هذه الحضارة سنحطمها كامل الآن في اليمن، نحطمها ولا نبقي أثر لها إن شاء الله، لن تبقى إلا حضارة الشيعة، ستكون حضارة إغريقية، وإن شاء الله سنحنط الإمام سنحنط هذا ليست حضارة، يعني ربما أنتم ترفعون من قدركم أكبر من اللازم. احترم نفسك، ليست حضارة هذا أن ترفع من نفسك، أنتم ولدين من أمس. احترم نفسك، هذه حضارة آلاف السنين. حضارتنا أفضل من أي حضارة، وأما الحضارة من سنحطمها وسنحطم المصرية كلهن. من أين أتت؟ الآن نحطم الحضارة اللي في سوريا عفش، والآن اليمنية عفش. هذه ليست حضارة، أن تدمر الآخرين ليست حضارة، يجب علينا أن نكون، أن تلغي الآخر ليست حضارة، وهي الحضارة. أغلق هذا، أطفع، أين المخرج؟ وهي من أفضل الحضارات التي تدمر، ليست حضارة هذا أن تدمر وتخرب وتلغي الآخر. أين الحضارة هذه؟ وأين كلامك هذا؟ هذا جنون، هذا سفك دماء، هذا دمار، ليست حضارة هذا قتل. أغلق.